أنا قاعد في هذا المكان ماشي ولا نور ولا سقف ولا وغير الشتاء كان متنزل علينا الغرقة اللي فاتت دي اتغرقتنا خالص لأن انضر آخر ضرر. خالص سيراميك بلاستيك سقف 100 100. العيال يعرفوا يذاكروا ويجي زمايلهم يعرفوا يذاكروا معاهم. الصالة أوضة النوم المطبخ الحمام حضرتك ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نشكر جمعية الورمان ونشكر تحيا مصر. انتوا شايفين هم من الاهالي اللي هم اصحاب البيوت، البيوت اتعملت لهم ما تحملوش ولا مليم. هم شفتوا البيوت القديمه كان شكلها ايه وكانت عامله ازاي، وشفتوا البيوت الجديده ما شاء الله شكلها ايه وعامله ازاي. فاحنا بنؤكد وبنثبت يعني انه الدوله
بتخافش ابدا ومسؤوله عن كل المواطنين بتوعها، واي حاجه بتقدر تعملها بتعملها. وبتاكد كمان على ان مشاركه الجمعيات والمجتمع المدني دي مشاركه اصيله ولا غنى عنها. وبنشكر بامانه جمعيه الاورمان اللي دايما ما بتسيبناش في اي عمل خيري، سواء في اسكندريه سواء في البحيره سواء في وسط الشيخ، لانها معانا في كل حاجه بتساعد على مستوى الجمهوريه بامانه. يمكن سياده الوزير كان لسه من شهرين ثلاثه كان في شمال سيناء، من شهر كان في الفيوم، وقبله كان في المانيا، وقبله في الصعيد، وكله ده بامانه جمعيه الاورمان اللي هي جمعيه عظيمه ومحترمه وتقوم على عمل يعني كل مواطن بيحط مبلغ فيها واثق انه بيروح في الاتجاه الصحيح. فاحنا بنشكر جمعيه الاورمان والسيد الدكتور شعبان بامانه على مجهوداته ومجهودات كل العاملين معاه في الجمعيه، ونشكرهم جزيلا.